حشيشة الليمون. تعرفوا الشاي اللي بقدمه لكم إياه بعد السبا أو المساج؟ بتكون من حشيشة الليمون. وبهالفيديو رح خبركم أكثر عن حشيشة الليمون وكيف نعمله. حشيشة الليمون أو الليمون جراس هو نوع من أنواع الأعشاب. ريحتها كتير حلوة، وإنتوا بتقطعوها بتطلع ريحة كتير قوية وبتجنن. بيستعملوها للشاي والزيوت والصلصات، حتى مع النودلز كتير طيبة. فيها فيتامين A وفيتامين B وفيتامين C وبوتاسيوم ومغنيسيوم وفوسفور وزنك وحديد. ومن فوائدها إنها بتقي من فقر الدم وبتخلص الجسم من السموم، وأهم شيء بتدعم الصحة النفسية وبتخفف القلق والتوتر وبتحمي من الأرق وبتحسن النوم. وشي تاني فيكم تحطوها على شعركم، بتعالج القشرة اللي بالشعر، والحلو انها بتخفض مستويات سكر الدم وبتخفض الكوليسترول وبتحمي من السرطان. والاهم انها بتعالج احتباس السوائل. كتير سهلة، بتقطعوها وبتغلوها ربع ساعة بعدين بتشربوها. كتير طيبة وريحتها كتير حلوة.